حقيقة ليست هناك أي سياسات أو أي إجراءات إطلاقا حول حريتكم، حول إقاماتكم، حول وجودكم وبقائكم بين أهلكم، وراح تصدر تعليمات صريحة وواضحة لمنع أي انتهاكات أو أي تجاوزات أو أي مضايقات إطلاقا على الساكنين المقيمين من الأخوة العرب العراقيين الذي نتعايش معهم سوية ونستضيفهم وهم في وطنهم. يعني لذلك أؤكد يعني هذا هو رأي قيادة إقليم كردستان، وسوف تصدر بيانات في هذا الاتجاه لاحترامهم. ويجب أن نكون مختلفين كلية أخلاقيا عن بعض قادة الميليشيات وبعض التصريحات المسيئة وجماعة العدو الصف في بغداد. ها؟ أنتم مكرمين معززين وليس هناك أي خوف إطلاقا. لن تغلق السيطرات، لن تغلق السيطرات، والحركة تكون مفتوحة وموجودة، وإقاماتكم وحرياتكم و أموركم وأعمالكم كل شيء راح يكون على أحسن ما يكون.